تحت شعار سجلهم لنوصلهم، دشن مدير عام التعليم في الأحساء خدمة النقل المدرسي لطلاب وطالبات المحافظة. تسعى خدمة النقل المدرسي إلى تعريف المجتمع بأهمية تسجيل الطلاب والطالبات في النقل المدرسي التعليمي من خلال تخصيص حافلات تحمل ملصقات تعريفية بضرورة المبادرة في طلب الخدمة، وذلك بتنظيم من إدارة خدمات الطلاب وشركة تطوير للنقل التعليمي. امتدادا لجهود الإدارة العامة للتعليم في الأحساء واستكمالا لبقية الجهود في جهود الإدارة للعودة الحضورية الآمنة للطلاب، دشنا اليوم خدمة النقل المدرسي التي تنفذها شركة تطوير للنقل التعليمي، ولله الحمد سعة مبدئية 62500 مقعد قابل للزيادة حسب التسجيل. التسجيل متاح بكل يسر وسهولة عبر برنامج نور عن طريق أولياء الأمور، وبإذن الله تستكمل العودة الحضورية الآمنة وتوفر جميع الخدمات المتاحة للطلاب إن شاء الله تعالى. تقدم الخدمة برسوم ميسرة لجميع طلاب وطالبات التعليم العام، ومجانا لطلاب التربية الخاصة ومن يشملهم الضمان الاجتماعي، كما أن الإدارة حريصة على التسجيل في الخدمة عبر نظام نور. محمد المزيدي، الإخبارية، الأحساء.